مساء الخير على كل جمهور قناة الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج السادسة. خلاص بكرة إن شاء الله مباراة الأهلي والجونة ضمن الجولة الـ 22 من الدوري. بنتمنى إن شاء الله إن احنا نشوف أداء متطور جدا في فريق الأهلي. نتمنى ان احنا نشوف الحقيقة مستوى اللعيبة كلهم افضل من قبل كده بكتير، ونتمنى ان احنا ناخد ثلاث نقط مهمين جدا، لانه الأهلي الحقيقة عايز يحسم الدوري بدري جدا ويضمن حسم الدوري بدري علشان نتفرغ لأفريقيا ان شاء الله. مساء الخير عليك يا احمد. مساء الخير يا سارة، ومساء الخير على كل الأهلاوية الجدعان. يعني كنا دايما بنسمع مقولة انه من اللعيبة، يعني لما بيكلموا على جمهور الأهلي بيقولوا ان هو اللعيب رقم واحد، وده يمكن كان بالنسبة لي وأنا واحد من الجمهور بشوفه جوه الملعب. يعني بشوف أنه اللعيب بيحتاج مساندة الجمهور وقت الفريق لما بيبقى متأخر أو الماتش الدنيا معصلجة معاه، يحتاج دعم الجمهور، فهنا اللعيب نمرة واحد. لكن الحقيقة بعد انضمامي لقناة النادي الأهلي شفت الأمر بشكل مختلف تماما، وعرفت أنه مساندة جمهور النادي الأهلي يمكن تكون برا الملعب أهم بكتير جدا من وقت التسعين دقيقة وقت أو زمن أي مباراة. حقيقة حالة الدعم والمساندة الجماهيرية وردود الأفعال على حلقة امبارح أكتر من رائعة، ومش غريبة وما كانتش بعيدة الحقيقة على جمهور النادي الأهلي. الحقيقة غالبا الحملة المنهجة هتفضل مستمرة، لكن احنا يكفينا إبطال المفعول. يعني احنا مش هننساق ومش هنمشي مع أي حد يحاول يستدرجنا، وانا هنا بتكلم بلسان كيان الاهلي، مش بتكلم على احمد او ساره او السادسه حتى. فكره محاوله التشتيت المستمره، فكره انك تاخدني لجو صراعات ملهوش منطق ومفيش عقل يقدر يستوعبه، احنا مش هننساق ولا هنرد ولا هنشير لاصحابها لا من قريب ولا من بعيد. المسيره مستمره، الحمد لله الحمد لله تم ابطال المفعول زي ما قلنا، والاستجابه والوعي الكبير والفهم والادراك الكبير الحقيقه اللي انعكس من تعليقات جمهور النادي الاهلي على حلقه السادسه امبارح، على الكلام اللي قلته انا وساره فيه على مدار الحلقه، واللي قالوه زمان الحقيقه في القناه بشكل عام كان اكتر من رائع، وبيدرك الحقيقه ان الجمهور ده عنده من الوعي والادراك اللي يفوت اي فرصه يحاول البعض ان هو يستغلها عشان يوقف المسيره الناجحه جدا للنادي الاهلي، سواء جوه المستطيل الاخضر او بره المستطيل الاخضر، سواء كان المستهدف منها مجلس اداره كابتن محمود الخطيب او شخص كابتن محمود الخطيب أو فرقة النادي الأهلي أو الجهاز الفني النادي الأهلي. فالجمهور قدر يستوعب الحملة بشكل كبير جدا ويبطل مفعولها بشكل رائع. بمناسبة ردود الأفعال يا أحمد، عايزة أقول بس للجمهور، لما كنت بتابع ردود الأفعال جالنا الحقيقة رسائل شكر كتير قوي، إن شكر إنكم رديتوا، بس الحقيقة ده واجبنا، وده واجبنا اللي قلناه من أول يوم، إن إحنا هنوصل صوت حضراتكم وإن إحنا هنرد على أي حد هيتطول على كيان الأهلي، فما فيش أي شكر في الموضوع ده، ده واجبنا إحنا إن إحنا ندافع عن الكيان ده، وإن كل اللي حضراتكم عايزينه وإن صوتكم يوصل يبقى ده موجود معانا في برنامج السادسة وفي قناة الأهلي بشكل عام. لا الحقيقة كمان الموضوع تخطى ده يا سارة، والحقيقة يمكن كتير جدا من التعليقات اللي جات لنا امبارح كانت بتطالب إدارة النادي الأهلي بفتح مدرجات التتش للجمهور عشان يعبر الجمهور عن رأيه، وكتير منهم شافوا إنه لما جمهور النادي الأهلي غاب عن المدرجات ده إدى فرصة لناس كتيرة جدا إنها تتطاول على النادي الأهلي، لكن الحقيقة طبعا حفاظا على سلامة الجمهور وده مش وقته، إحنا اللي محتاجين فيه من كل أهلاوي إنه يدعم ويساند فرقته في الفترة اللي جاية، مع وعد إن شاء الله بإذن الله من كل لعيبة النادي الأهلي اللي قلت إن مواقف كتيرة جدا أثبتوا فيها إن هم رجال أفعال لا أقوال، إن هم يردوا على كل اللي شككوا فيهم وشككوا في قدراتهم وشككوا حتى في مسيرتهم اللي أكتر من رائعة واللي امتدت على مدار موسم كامل وامتدت على مدار أكتر من بطولة، منها بطولة الدوري منها بطولة دوري أبطال أفريقيا، إن هم برضو يرجعوا ويركزوا ويردوا في الملعب. هو ده اللي مطلوب من جمهور الأهلي حاليا، وده اللي يمكن انعكس قبل دقائق أو ساعات من يعني مقابلتنا لحضراتكم على الهوا في ترند احتل المركز رقم واحد في مصر، إن فايلر وي تراست. الحقيقة ثقة جمهور الأهلي وفايلر حقيقة مدرب، أنا مش عايز أقارنه الحقيقة بمدربين كتير وما بحبش فكرة المقارنة، لكن بفتكر كويس جدا في مواسم تعرض فيها كتير من المديرين الفنيين مصريين وأجانب لضغط عنيف جدا، ضغط يخلي اي حد من ممكن انه ثقته في نفسه تهتز. بفتكر كابتن محمد يوسف اللي تولى المسؤوليه في
بظروف صعبة جدا ورغم الانتقادات العنيفة جدا قدر انه يحقق مع النادي الاهلي بطولة دوري ابطال افريقيا وفوز بكاس سوبر. حسام البدري نفس الحكاية، مانويل جوزيه اللي احنا بنقول عليه النهاردة واللي جماهير الاهلي النهاردة كلها بتعترف انه اسطورة من اساطير تدريب النادي الاهلي، اخفق في بطولات كتيرة جدا وتعرض لانتقادات كتيرة جدا، ومع ذلك النهاردة لما بتيجي سيرة مانويل جوزيه كله بيقول عليه افضل مدرب تولى مسؤولية النادي الاهلي طوال تاريخه. عايزه اقول يا احمد فعلا انه فايلر اول ما جه مصر عشان يدرب الاهلي يمكن كان فيه هجوم على اداره الاهلي وانه ازاي ده مش سي في قوي ومش مدرب كبير ملوش خبره قوي في افريقيا، يمكن تكون ظروف مشابهه لما مانويل جوزيه جه في 2001 برضو كان في هجوم شويه انه ليه الاهلي مش جايب اسم كبير، ليه مش مدرب كبير، ليه برضو حد ما عندوش خبره في افريقيا. وشفنا دلوقتي جوزيه لما بتيجي سيرته قد ايه عامل تاريخ عظيم مع الاهلي، وفعلا من اول ما فايلر بدا برغم من الهجوم ده اول من اول ما بدا مع فريق الاهلي الفكره بدات تتغير. يا بخت فعلا اللي جمهور الاهلي يحبه لانه فعلا يعني اثبت قد ايه هو بيطور الفريق وقد ايه الفريق اتطور على المستوى الجماعي وكمان على المستوى الفني لبعض اللاعبين بعينهم. بس خليني اقول لك كمان وبجد الكلام ده مش غرور ومش تعالي يا ساره، يا بخت اي مدير فني اجنبي يجي يشتغل في النادي الاهلي، وبعتقد ان كل شهادات المديرين الفنيين اللي تعاملوا مع النادي الاهلي حتى اللي مشوارهم مع النادي الاهلي ما كملش بشكل ممتد او بشكل مستمر او استمر لفتره طويله كلهم الحقيقه اشادوا بالتجربه. احنا بنتكلم على النادي الاكبر في القاره الافريقيه، واحد من اكبر انديه العالم، ده مش تحيز، ده بالارقام وبالبطولات وبالتاريخ وبالاسماء. بنتكلم على منظومه محترفه تكاد تكون هي الاكمل في على مستوى مصر، بنتكلم على امكانيات وبنتكلم على جماهيريه بيوفرها النادي لاي مدير فني تحقق له الدعم اللي يمكنه من ان هو يؤدي مهمته على اكمل وجه. عشان كده الحقيقه دايما بتبقى جميع الاطراف مستفيده، ونتمنى ان شاء الله انه مسيره النادي الاهلي تكلل بالنجاح، ساعتها الرد هيكون على نار هاديه. نشوف في العناوين مع حضراتكم النهارده. جماهير الاهلي تدعم مؤمن زكريا وتزوره في منزله. الاهلي بيختتم تدريباته استعدادا لمواجهه الجونه غدا. رجال سله الاهلي بيواجهوا الاتحاد في نهائي كاس مصر. اتحاد الكره يخطر الاهلي والزمالك باربع مخالفات في القمه. سواريز بيقول للاداره لن ارحل. يا اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. وقبل ما ندخل في تفاصيل الاخبار، الحقيقه انا يمكن كنت وجهت رساله لعدد من لاعيبه النادي الاهلي، وانا مدرك تماما ان هم مقدرين حجم المسؤوليه، وقلت الحقيقه انه الجماهير منتظره منكم في الفتره اللي جايه الكتير والكتير، وده يتطلب انكم تضاعفوا حجم التركيز، يتطلب منكم انكم تضاعفوا حجم المجهود. واعتقد انه رجاله الاهلي مش محتاجه اتكلم على قدراتكم الفنيه، لان كل لعيبه الاهلي وكل واحد لابس تيشرت نادي الاهلي هو بالتاكيد نجم في مركزه، وارد جدا يحصل دروب في وقت من الاوقات، وارد جدا يحصل تراجع في المستوى، لكن كل جماهير الاهلي عندها ثقه كبيره جدا في لاعبتها فيما هو قادم، واتمنى واعتقد انه ان شاء الله رجاله الاهلي هتكون على قد المسؤوليه. نروح لبدايه، وانا اتكلمت امبارح انا وساره على طبعا لفته كابتن مؤمن زكريا واللفته الفيديو الحقيقه اللي يمكن كان منتشر على السوشيال ميديا بشكل كبير، استقباله من جمهور وهو بيحضر واحد من العروض المسرحيه، واستقبال النجم احمد عز ليه، واستقبال المخرج مجدي الهواري ليه. وقلت لحضراتكم انه صحيح بتبقى فيه لحظات كتيره جدا يعني بالنسبه للاعيب بتبقى ذكرى لا تنسى ولحظه سعاده لا تقارن، لما بيحرز بطولة أو بيحقق لقب أو بيحرز لقب هداف أو بياخد أحسن لاعب في الدنيا. لكن أنا بيتهيألي أنه اللحظة دي مش ممكن أبدا مقارنتها بلحظة تشوف فيها يعني حب الناس ومشاعرهم الجياشة في وقت أنت محتاج فيه كل الدعم والمساندة، وده بالظبط اللي حصل مع الكابتن مؤمن زكريا اللي بتمنى له طبعا سرعه الشفاء. النهارده الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه زار كابتن مؤمن زكريا في بيته، وكمان مش بس كده كان في مجموعه كمان من جماهير النادي اللي كانت حريصه على زياره مؤمن زكريا في منزله النهارده عشان تدعمه بشكل كبير. طبعا حركه مؤمن الشهيره اللي كل جماهير النادي حافظاها واللي ياما متعنا الحقيقه في ماتشات، نتمنى له ان شاء الله وان شاء الله ترجع بالسلامه ونشوف صولات وجولات لمؤمن زكريا في الملاعب.
لا انت عارف يا احمد، في كمان يعني من الفرق الخصوم يعني بيقولوا يعني احنا موافقين انك تيجي وتدخل فينا جوان، يعني شوف الروح الرياضيه بس ترجع تاني للملاعب. الحقيقه هي دي اصل الرياضه طبعاً. يا سار يعني مش ممكن ابدا حبي وانتمائي لفريق صح. يخليني اتخلى عن انسانيتي، ومفترض انه يعني في الرياضه وفي كل المجالات الحقيقه، في الفن والثقافه والمسرح، كل الحاجات دي وسائل عشان ترتقي بالمجتمعات مش تنزل بيها لتحت. ارتقوا يرحمكم الله، يعني القاع امتلأ، فأرجو وخصوصا لما يبقى الكلام ده من مسؤولين كبار يعني أو قادة رأي عام، يعني المفروض انه احنا بناخد الناس ونطلع بيها لفوق. لما الناس الصغيرة والشباب الصغير وجمهور الكرة اللي بالملايين في مصر، وانتوا عارفين الكرة قد ايه مهمة للجمهور، يتصرفوا هذه التصرفات ازاي؟ نراجع ولا نعيب على شباب عنده 16 و17 و18 سنه ونقول بقى يعني خروج عن النص، ونقول اذا كانت الكبار الناس الكبيره الناس اللي مسؤوله في موقع مسؤوليه، الناس اللي بتعلم الاجيال اللي جايه، الناس اللي مفترض انها تمثل قدوه في التصرفات وفي الاخلاقيات، تنزل لهذا المستوى، منتظرين ايه من الشباب الصغير؟ نكمل اخبار الاهلي. احمد، فريق الاهلي النهارده دلوقتي بيتدرب على ملعب التتش قبل الدخول في معسكر استعدادا طبعا لمباراه الجونه بكره في الاسبوع ال 22 من الدوري. زي ما بنقول لحضراتكم دايما اللعيبه اجروا مصحه طبيه جديده امبارح كالعاده قبل اي مباراه بيومين، وده طبعا البروتوكول المتبع في الدوري لكل الانديه. فايلر بيعلن قائمه فريقه النهارده بعد انتهاء التدريب. عشان تفاصيل اكتر نروح لمراسلنا من التتش كريم احمد. يا كريم برحب بيك في برنامج السادسه، مساء الخير. مساء الخير عليك زميلتي ساره، ومساء الخير على زميلي احمد، ومساء الخير على كل جمهور النادي الاهلي. انقل لنا كده الاجواء النهارده في التدريب يا كريم. انا عايز اكد طبعا في البدايه لزميلي احمد ان رسالتك وصلت للعيبه، ورساله كل جمهور النادي الاهلي وصلت لكل اللعيبه. الفتره اللي جايه محتاجه تكاتف بشكل كبير جدا، يعني احنا عارفين وعي جمهور النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي مقدره بشكل كبير جدا يعني الحاله اللي فيها الجمهور، لان جمهور النادي الاهلي زي ما بناكد ونقول جمهور النادي الاهلي طماع وعايز العدد يزيد وعايز الاداء في كل مباراه وعايز نتيجه في كل مباراه. والحقيقه لعيبه النادي الاهلي خدت عهد على نفسها بشكل كبير جدا، لعيبه جمعت بعضها النهارده كمان قبل انطلاق المران، الكل اتكلم عن اهميه المرحله اللي جايه ان شاء الله تكون انطلاقه جيده جدا فريق النادي الاهلي اداء ونتيجه من مباراه الجونه، اللي جمهور النادي الاهلي في كل مباراه بيحفز اللعيبه وبيساند اللعيبه، فاكيد اللعيبه ما بتزعلش من الانتقادات لان هو ده جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي كبير وقيمه النادي الاهلي كبيره جدا، ان شاء الله باذن الله تكون انطلاقه جيده لكل فريق النادي الاهلي. يمكن باكد واقول النهارده يمكن خلاص اقدر اقول ان التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي هنا على ملعب مختار التتش بينتهي، بدا 5:30. مستر ريني فايلر النهارده ركز بشكل كبير جدا على الضربات الثابته للكروسات، التمركزات بعض اللعيبه في خط الظهر وفي خط الهجوم، بعض يمكن السلبيات اللي وقعنا فيها في مباراه الزمالك اكد عليها واشتغل عليها النهارده بشكل كبير. النهارده يمكن التدريب بشكل عام كان تكتيك لمستر فايلر ايضا كمان والجهاز الفني. الامور ان شاء الله زميلي احمد زميلتي ساره تكون ماشيه بشكل طيب لفريق النادي الاهلي، وانطلاقه تكون اكثر من رائعه ان شاء الله في مباراه الجونه. عايز اتكلم على اكثر من نقطه سريعه طبعا فضل. صالح جمعه يمكن اتاكدنا خلاص ان هو يكون خارج القائمه، بيتم تجهيزه للمرحله القادمه. التزامه واصراره الفتره اللي فاتت ده اللي يمكن خلى الجهاز الفني بشكل كبير ان هو يعيد حساباته، وان شاء الله باذن الله بقى مع مباراه المصري نشوفه في هذه القائمه. وليد سليمان يعني بنقول له الف سلام عليك، الاشعه ويمكن الكدمه قويه، عنده صعوبه في التنفس شويه لان يمكن الكدمه مأثره كمان على القفص الصدري عنده، ده اللي اكد عليه طبيب للنادي الاهلي، هيغيب يمكن 4 لـ5 ايام على ان يعود ان شاء الله خلال الايام القادمه. حسين الشحات كمان يعني في خلال 4 5 ايام هيكون متواجد لعمل المسحه الطبيه، ومنها ان شاء الله يشارك من جديد في التدريبات الخاصه ويواصل كمان التاهيل بتاع الفتره القادمه ان شاء الله. محتاجين كل اللعيبه الفتره القادمه تكون مع فريق النادي الاهلي. النقطه الاخيره كمان وهي المسحه الطبيه، اتاكدنا من الجهاز الطبي المسحه الطبيه خلاص كانت طلعت سلبيه لفريق النادي الاهلي، يعني بنتمنى بقى الفتره اللي جايه خلاص نقفل الصفحه كلها ونبص للقادم، القادم يكون افضل للنادي الاهلي سواء في بطوله الدوري العام او ايضا كمان في البطوله الافريقيه باذن الله يكون القادم افضل لفريق النادي الاهلي. كريم تطمنا سريعا كده على موقف اللعيبه المصابه، يعني موقف المصابين في النادي الاهلي، مين منهم بيتاهل، مين منهم هيرجع التمرين قريب، نعرف منك كده يعني اخر التطورات. يعني هبدا معاك بمحمد محمود، يعني محمد محمود خلاص نقدر نقول في المرحله الاخيره من التاهيل، يعني نقدر نقول اقل من 3 اسابيع، يعني اقل من 3 اسابيع ان شاء الله ويعود من جديد يشارك في التدريبات الجماعيه لفريق النادي الاهلي. اكدت لك طبعا على حسين الشحات 5 ايام ثم يعود لمسحه الكورونا، وهينتظر طبعا النتيجه ان شاء الله تطلع سلبيه ويشارك من جديد في التدريبات او الجزء التاهيلي للتدريب، وتدريجيا ان شاء الله يخش في التدريبات الجماعيه. احمد الشيخ يمكن النهارده يمكن ظهر بشكل مميز جدا، كان عضمه كدمه في الكاحل، اطمنا عليه النهارده هيكون متواجد باذن الله في القائمه.
محمود متولي طبعا بقى اللي بنتمنى له الشفاء ان شاء الله. يمكن هي فتره طويله هيغيب عننا محمد محمود، لكن كل اللعيبه الحمد لله كل اللعيبه جاهزه بشكل كبير جدا. هي الاصابات قلت يعني بشكل كبير مع فريق النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله بقى ربنا يبعد الاصابات عن فريق النادي الاهلي الفتره القادمه. محتاجين جهود كل اللعيبه باذن الله خطوه بخطوه، ان شاء الله باذن الله تكتمل الصفوف. هدفنا كبير جدا هي البطوله الافريقيه على مباراه الوداد، ان شاء الله صفوف النادي الاهلي تكون مكتمله بشكل كبير باذن الله. ان شاء الله عندنا وقت وعندنا فرصه. بشكرك زميل عزيز كريم احمد من ملعب التتش، بشكرك على التغطيه المتميزه لمران النادي الاهلي النهارده. وخدوا بال حضراتكم، انا عارف انه جمهور الاهلي مستعجل على اسماء بعينها، لكن ممكن وخدوا يعني احنا متفقين دايما مفيش مدير فني عايز يخسر، مفيش مدير فني ممكن يشوف لعيب عنده في قائمه فريقه ممكن يضيف او يحط بصمه، خصوصا في بطوله مهمه او ماتش مهم او مرحله مهمه ويستبعده. ده ضد العقل وضد المنطق. لكن في نفس الوقت عشان جماهير كتير جدا بتتكلم على صالح، وانا اتكلمت مع صالح امبارح وبعت رساله للكابتن صالح جمعه وقلت له كل جماهير النادي الاهلي ما عندهاش شك وما فيش بينها اي اختلاف على قدراتك الفنيه، وكلهم مستنيين منك كتير يا كابتن صالح. لكن الاهم الحقيقه انك انت تستغل الفرصه، لانها فرصه كبيره جدا ليك في الفتره الحاليه، وواجب ومسؤوليه عليك، واجب ناحيه التيشيرت اللي انت لابسها، واجب ناحيه 80 مليون مستنين من صالح جمعه يرجع مره ثانيه. عشان كده بقول لحضراتكم انه حسابات المدير الفني ممكن تكون يمكن يكون محتاج جدا لعيب بحجم صالح، وهو مركز زي ما اتفقنا الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا، لكن في نفس الوقت ممكن جدا يكون خايف يحرقه لانه مش جاهز، او يحطه يبقى اوت اوف فورم او يبقى مش فورمه يعني، فبالتالي الجمهور ما يستحملش ده في المرحله دي. لكن نتمنى ان شاء الله باذن الله، وكل الدلائل بتقول انه صالح موجود مع الفيرست تيم ان شاء الله في الفتره اللي جايه. نروح بقى يا احمد لرجالتنا في السله. الفريق الاول لكره السله بالنادي الاهلي هيخوض مباراه مهمه جدا النهارده لما هيواجه فريق الاتحاد السكندري في نهائي بطوله كاس مصر الساعه 8:30 على صاله الشباب والرياضه في 6 اكتوبر. الاهلي طبعا يعني بيسعى ان هو يقدم عرض قوي مميز ويحقق الفوز والتتويج كمان باللقب، وزي ما حضراتكم عارفين انه امبارح كان حقق الفوز على فريق سبورتنج علشان يتاهل للمباراه النهائيه اللي هتقام مساء اليوم دي. طبعا بنتمنى كل التوفيق للاهلي في كل الالعاب ومختلف البطولات. نروح للجنه الخماسيه المسؤوله طبعا عن اداره اتحاد الكره. اللجنه الحقيقه ارسلت خطابات للاهلي وللزمالك بتتكلم على وجود مخالفات للاجراءات الطبيه المفترض يعني انه يتم اتباعها في ماتشات الدوري العام عشان طبعا ظروف الكورونا والى اخره. ويمكن اخرها تحديدا الخطاب ده كان متعلق بماتش او مباراه القمه الاخيره. اللجنه كانت بتتكلم او كانت بتحذر الناديين من انه في عدد من المخالفات انه لا يجب تكرارها في المباريات المقبله، والا هيكون في يعني قرارات او عقوبات بقى ضد الناديين بجانب استبعاد كل من خالف هذه التعليمات من حضور المباريات. المخالفات دي زي ما جه في او زي ما ذكر في خطاب اتحاد الكره اللي توجه للناديين الاهلي والزمالك، عدم التزام اللعيبه بالاجراءات، منها انه تبادل بقى الاحضان والعنق بعد كل هدف من الاهداف، كان في ناس بتشرب ميه من نفس الازازه، عدم التزام البدلاء. حضراتكم عارفين ان الناس اللي على الدكه لازم تبقى لابسه الماسك، ولازم يبقى في منه يعني التزام بمسافات معينه او مسافات متفق عليها تم تحديدها بمتر ونص تقريبا بين كل لاعب ولاعب اللي يكونوا حاضرين على دكة البدلاء. ونتمنى طبعا السلامة للجميع، واعتقد انه رسالة لكل الأندية الحقيقة مش بس الأهلي والزمالك. انا كنت عايز اسالك انت لو هتحط تشكيل مثالي كده ليك انت الماتش بكره هتختار ايه؟ هو التشكيل مثالي شيء والواقع شيء تاني خالص. لا اللي انت انا بقول لك من وجهة نظرك لو اللعيبة جاهزة يعني مش فايلر. لو اللعيبة جاهزة الشناوي مفيش خلاف عليه حراسة المرمى، العب متولي طبعا ربنا رجعه بالسلامة، لكن طبعا هو متولي السيزون ده خلاص كده بالنسبة له، فالعب ياسر ابراهيم وربيعة، العب على الشمال بمعلول، وعلى اليمين هلعب باحمد فتحي كده كده، واحمد فتحي طبعا قيمة كبيرة مش بتكلم انه هلعب بيه ضروري عشان هاني عنده ايقاف، لكن احمد فتحي اعتقد هو الانسب للماتش ده. نص الملعب العب بديانج وجنبيه السوليه، قدام لو الشيخ فت هلعب باحمد الشيخ، وهلعب ببادجي راس حربه، والعب حيران هلعب بجيرالدو، ما عنديش غير جيرالدو يعني، لو كهربا ما فيش ايقاف هلعب بكهربا طبعا، ولو صالح فت هلعب بصالح
ورا الثلاثه اللي قدام. يعني بتهيألي دي التشكيله الامثل دلوقتي. بدري بيتطور قوي يا احمد قوي. انا قلت لك في لعيبه كل ما بتاخد ثقه كل ما بتلعب كوره وبتعمل كوره حلوه بتجيب جون. وانا قلت لك لو تفتكري في ماتش الاهلي واسوان الكوره اللي جابها بادجي في الهدف الثالث تحديدا في الماتش هتدي له ثقه كبيره جدا، واعتقد انه خد الثقه دي اثرت بشكل كبير جدا على مستوى بادجي في لقاء القمه. وفي ناس كتير جدا على فكره من جمهور نادي الاهلي بتقول انه بادجي كان احسن لعيب في فرقه الاهلي في مباراه القمه. عشان كده بقول لما ياخد كل ما ياخد انا اعتقد الثقه هتبقى عنده اعلى. هيفاجئنا في افريقيا. هو شكله تكوينه راس حربه مثالي، لكن لسه الحكم عليه عند الناس، وعندي انا شخصيا محتاج شويه وقت يعني. بس مبدئيا في تطور في الاداء، في تطور، في تطور في ماتش القمه. يعني جون، يعني جونين كده لو كانوا دخلوا كانت الدنيا برده هتختلف. راس الحربه نمره 9 ده ليه تركيبه كده ومواصفات، يعني 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 لازم يبقى 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 هجام، لازم يبقى لما بيلعب في فريق تقيل. انا بتكلم على لعيبه، عارفين حضراتكم فكره القناص، يعني فكره انه الكره اللي ممكن تشوفها ربع فرصه هو بالنسبه له دي فرصه مؤكده بيخلص على طول. عشان كده بقول انه بادجي عنده، ومروان عنده على فكره عشان ما نصدمش كابتن مروان، مروان عنده لكن غاب عنه التوفيق لفتره طويله، محتاج يراجع نفسه، محتاج يعمل برنامج خاص، محتاج يشتغل بشكل يعني منفرد غير وجوده مع الفريق طبعا. لكن الحقيقه هو مروان مهاجم يعني حدش يختلف عليه الحقيقه. اكيد. طيب هنروح بقى لكومان مدرب برشلونه الجديد واللي كان قرر الاستغناء عن اكتر من لاعب في برشلونه ابرزهم لويس سواريز. في خبر تاني بقى النهارده من صحافه اسبانيه بتقول ان سواريز بلغ اداره النادي انه مش هيرحل الصيف ده عن النادي، وده طبعا بعد ما بلغوا كومان شخصيا في مكالمه هاتفيه ان هو مش بيرغب في استمراره مع الفريق. الحقيقه انه سواريز كل التقارير بتقول قد ايه هو متضايق جدا انه يعني ايه بعد كل اللي قدمه لبرشلونه يمشي بالطريقه دي. مكالمه تليفون قال لك ما كملتش الدقيقه كلمه رونالد كومان وقال له انت مش هتبقى في خطتي الفتره اللي جايه. الحقيقه ان هو كان شايف انه حتى لو هيمشي من الفريق ما يتبلغش بالطريقه دي، يبقى له فارول او وداع افضل من كده. واعتقد انه اللاعب يعني عنده حق برده في حاجه زي دي يا احمد، يعني لما ادي يعني كتير وهو ثالث هداف لبرشلونه على فكره على مدار التاريخ، فلما يبقى ادى كتير للفريق ده وفي الاخر بيتبلغ بمكالمه تليفون. وكمان قال حاجه ثانيه، قال ان هو شايف انه زي ما مكسوف ان هو هيمشي بالطريقه دي بعد فضيحه 8-2، حس ان ده زي سمعته هتبقى وحشه بعدها، قال الريبوتيشن بتاعته خلاص كده بتتبهدل بعد ما هيمشي بسبب فضيحه 8-2. هو سواريز مش هيغلب يعني، بالتاكيد مهاجم بحجم لويس سواريز هيلعب في نادي طريقه الرحيل وحشه ونادي مش فكره محترم. هيروح فين؟ ده قال لك لو هيخلوني بديل انا موافق يحطني على الاحتياطي. يعني حاسه انه عيب قوي مكالمه تليفون ما كملتش الدقيقه الكبيره. لما بنيجي نتكلم على المستطيل ما بيحكمهاش غير المصلحه، لغه العواطف دي تصلح للتقدير، نتفق نختلف بقى على الملايين. ده مش عواطف يا احمد، دي تقدير. انا بقدرك، لازم اعمل لك فارول احسن من كده بعد كل اللي قدمته لي، مش هكلمك في مكالمه واقول لك شكرا مع السلامه انت مش معايا. مفيش حد بيلعب بالعافيه يعني، يعني مفيش حد ممكن يفرض ارادته بس بطريقه حلوه صح؟ دي قصه ثانيه، بس دي انا بقول لك دي بره المستطيل الاخضر. لكن فريق بحجم برشلونه اذا شايف انه في لعيب، وعلى فكره الكلام مش على سواريز بس، الكلام على طبعا على بانش طبعا. يعني بنتكلم على شروه لعيبه كده، ولعيبه كلها اسماء، يعني احنا بنتكلم على لعيبه بتالي 10 سنين بيمتعوا العالم كله كوره. طبعا بتكلم على بيسكيتس، بتكلم على بيكيه، بتكلم على عثمان ديمبلي، بتكلم على لعيبه كل واحد منهم يشيل فرقه يعني. انت عارف هو خايف من ايه؟ هو خايف انه التاريخ لما يجي يفتكروا ويجي يقولوا سواريز مشي ازاي من برشلونه ان الناس تفتكر ده بعد الفضيحه 8-2 جه مدرب جديد ومشاه. هو ده اللي كان بيقول ان هو خايف منه، مش عايز ان سمعته تبقى وحشه. ما اعتقدش يعني الناس هتشيله الهزيمه، لا يعني من اول ميسي لغايه تير شتيجن اعتقد الفرقه كلها كانت شايله طين في اليوم ده. يعني بيتهيألي يعني ما يعني فرقه تعودت انها يعني تبهر العالم كله، وفرقه بتخش اي بطوله هي المرشحه الاولى ليها تشيل 8، ده سكور تقيل جدا يعني، يعني صعب بيتهيألي. على كل الاحوال موضوعاتنا في السادسة لسه ما انتهتش، وعندنا كلام كتير نقوله لحضراتكم. تابعونا في السادسة مساء بعد الفاصل.
برحب بحضراتكم من جديد، واسمحوا لي كده اخدكم في زياره طبعا كلنا فاكرينها، وهي زياره وفد النادي الاهلي لاسبانيا اللي شهدت زيارته لنادي ريال مدريد في نهايه العام الماضي 2019. كان ساعتها مقر جريده ماركا الاسبانيه، وكان الوفد بيتكون وقتها من المهندس خالد مرتجي وطبعا الدكتور محمد سراج عضو مجلس الاداره، واللي شاركوا في مؤتمر صناعه كره القدم العالميه. وفد الاهلي وقتها عمل جوله تفقديه في ملعب البرنابيو بمصاحبة برادجينيو نائب رئيس نادي ريال مدريد السابق ورئيس العلاقات الدولية بالنادي ورئيس جامعة ريال مدريد. طبعا الأهلي دايما بيبص لقدام، بيتطلع للأفضل ليه والجماهيره لمواكبة ومعاصرة كل التطورات العالمية وطبعا نقل الخبرات الكبيرة في عالم كرة القدم. علشان نتكلم أكتر عن الزيارة دي معانا دلوقتي عبر سكايب خوان كاسترو الصحفي في جريدة ماركا الإسبانية، واللي استقبل وفد الأهلي وقتها عند زيارته لمقر الجريدة في إسبانيا. برحب بيك على شاشة قناة الأهلي. مساء الخير، أشكركم جزيلا على استضافتي، أشكركم أيضا على هذه المقدمة، وأريد أن أشكر صديقي محمد الذي زارنا وهو ممثل للنادي الأهلي، أحد أهم الأندية الموجودة في العالم والنادي الأبرز والأهم في قارة أفريقيا وفي مصر. شكرا جزيلا، نحن ممتنون لزيارتكم إلى جريدتنا وإلى النادي الملكي. احنا اللي بنشكر حضرتك على وجودك معانا. عايز ابدا معاك بانه كان في وفد من مجلس اداره الاهلي زار ريال مدريد واستقبلته في اسبانيا بمقر جريده ماركا. ازاي بتقيم العلاقه القويه بين ناديين يعني كبار زي الاهلي بطل القرن الافريقي وريال مدريد بطل القرن الاوروبي؟ أعتقد أنهما العملاقان للعالم كله، ريال مدريد والأهلي. ريال مدريد النادي الملكي هو الأهم على مستوى العالم، خاصة بالنسبة لعدد الألقاب التي أحرزها. أما بالنسبة للأهلي فهو الأكبر والعملاق الإفريقي الذي أحرز الكثير من الألقاب سواء على المستوى المحلي فهو البطل الأوحد أو على مستوى إفريقي. لذلك كانت هذه الزيارة زيارة مهمة جدا، لذلك تمت جريدة لاماركا وهي أحد أهم الجرائد الموجودة في أوروبا ليس فقط في إسبانيا والمهتمة بكرة القدم. لذلك كان هذا اللقاء لقاء شيقا ليرسي علاقات بين العمالقة، أنا أسميها الزيارة التي أرست العلاقات بين عملاقين من عمالقة كرة القدم في العالم. طيب عايز أسألك برضو بصفتك مسؤول عن تغطية الأندية الدولية في مختلف بقاع العالم، إزاي بترى وجود نجم كبير بحجم الكابتن محمود الخطيب بمنصب رئيس النادي الأهلي؟ أعتقد أن هذا هو الوضع المثالي، أن يكون نجم بحجم محمود الخطيب لاعب كرة أسطوري في التاريخ المصري الحديث ليصبح رئيس هذا النادي. أعتقد أن هذا خير تمثيل من نجم مرموق لنادي مرموق. الناس تتحدث عنه كأحد سحرة الكرة سواء على مستوى المهارة ثم بعد ذلك على مستوى الإدارة، وأنا تحدثت معهم وسمعت كثيرا عن الخطيب وقرأنا عنه كثيرا وله أثر كبير في الكرة المصرية، فهو كما عرفنا من الجميع أنه النجم الأكبر بين نجوم الكرة المصرية وليس فقط في مصر لكن أيضا في أفريقيا. وأنا أتذكر أنه كان هناك مقارنة بينه وبين رابح ماجر، لكن كان دائما الخطيب الذي يخرج بأفضلية من حيث الجماهيرية. لذلك أن يصل الخطيب ليصبح رئيسا للنادي الأهلي أعتقد أن هذا يصل بنا إلى أن نعطي للأهلي درجة 10/10، اكتمال مثالي. من وجهة نظرك ليه النادي الأهلي أفضل نادي في أفريقيا؟ إيه بيميزه عن الأندية التانية؟
أعتقد أن عدد الألقاب التي أحرزها الأهلي عدد لم يحرزها أي نادي آخر، وهو نفس الوضع في الريال مدريد. لذلك أعتقد أن النادي الأهلي بثمانية ألقاب في بطولة أفريقيا هذا ليس بالرقم العادي. أيضا مسألة المشجعين والجماهيرية الغير عادية، لا أعتقد أن هناك أي نادي إفريقي يمكن أن يحظى بهذا القدر من الجماهيرية، خاصة أن مصر كدولة لها عدد سكان كبير جدا، وكما يقولون فإن معظم الجماهيرية الكروية في مصر تلتصق بالنادي الأهلي. لذلك حتى مقارنة بأندية في أوروبا أعتقد أن جماهيرية الأهلي هي الأعلى، بالإضافة إذا ما قارناه بأندية في أوروبا حتى لو كانت أندية شهيرة. طيب ما ينفعش تكون معانا وما نتكلمش على بطولة دوري أبطال أوروبا، عايز أعرف رأيك في النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أوروبا في ظل غياب الأندية الإسبانية عن المربع الذهبي للمسابقة. أعتقد أنها الأيام ودول، فإسبانيا في بعض الأوقات كانت تحظى بأنها دائما كان في قبل أدوار النهائية وقبل النهائية كانت دائما إسبانية خالصة، وأعتقد أنها لمدة 5 سنوات كانت دائما موجودة سواء برشلونة أو الريال مدريد إلى آخره، لكن أعتقد أن العامين الماضيين خرج الأندية الإسبانية. لكن هذا لا يجب أن يشغلنا كثيرا، لأنها دورة، لأن الكرة الإسبانية سرعان ما تعود بعد فترات الأزمات. طيب احنا فاهمين كويس قوي ان إشبيلية في علاقة قوية بينه وبين اليوروبا ليج، بس ليه إشبيلية قدر ينجح بالتتويج ببطولة قارية الموسم ده وبرشلونة وأتلتيكو وريال مدريد ما قدروش يعملوا ده؟ أعتقد لأن البايرن ميونخ كان أحسن، المانشستر سيتي كان أحسن، تفوقها سواء على برشلونة أو على ريال مدريد. وأعتقد أن كرة القدم لها قانون واحد، هو من يتفوق، من يحالف التوفيق، من يكون أكثر تركيزا يفوز. لكن سيفيا له بالمناسبة له قوام طيب كفريق، صار بصورة طيبة واصطدم بأندية كبيرة كانت درجة تركيزه أعلى كثيرا، مهارات الأساسية والمهارات الفردية وأيضا اللعب الجماعي في سيبيا كان أحد أهم المميزات. لذلك أنا أقول أن سيبيا أنقذ الشرف الكرة الإسبانية في هذا الموسم. قبل ما اسالك على التغييرات الجذريه اللي ممكن تحصل في ريال مدريد، خليني اسالك انه كنا بنتكلم على سواريز وانه قد ايه متضايق انه برشلونه، يعني المدير الفني الجديد قال له ان هو هيمشي مكالمه تليفون بس اقل من دقيقه، وشايف ان ده مش الوداع اللي هو يستحقه بعد اللي قدمه للنادي. ايه رايك في الموضوع ده؟ أنا أعتقد أنها ليست الطريقة المناسبة لتوديع أحد أهم النجوم في برشلونة. هو في تاريخ برشلونة هو الهداف الثالث على مستوى تاريخ برشلونة. سواريز ليس باللاعب العادي، ليس بالنجم العادي، وأعتقد أن سواريز أحد رموز البرسا، لكن لا أعتقد أنهم سيقومون بطرد رموز أخرى، الأمر توقف عند سواريز. طيب بالنسبة لريال مدريد ممكن يشهد فعلا الفترة اللي جاية برضو تغييرات جذرية ونشوف نجوم كتير بتمشي برضو؟ أعتقد بيل هامس هما النجمان الوحيدان اللذان سيباعان إلى أندية أخرى، خامر رودريجو وبيل. طيب حابة برضو أعرف توقعاتك لشكل المنافسة في الموسم الجديد لبطولة الدوري الإسباني. Bueno, Madrid o Barça.
مدريد او برشلونه، مدريد او البارسا. لا اعتقد ان مفاجات يمكن ان تقع، لان البرشلونه سيستمر مشروع ميسي على راس برشلونه بالرغم من ادائه السيء في الفتره الاخيره. لذلك اعتقد ان كومان سيعاني كثيرا وسيبذل كثيرا من الجهد حتى يستطيع ان يقف البارسا مره اخرى على قدميه. طيب عايزين برضو نوضح للناس حقيقة الأنباء اللي بيتم تداولها باستمرار على يعني الصحف الإسبانية فيما يخص ارتباط محمد صلاح النجم المصري نجم ليفربول وزميله بالفريق ساديو ماني بالانتقال لريال مدريد. هذه الأخبار التي تدور؟ لا لا، هذا ليس ممكن. في الوقت الحالي ريال مدريد يعاني من أزمة مالية، لا أعتقد في الوقت الحالي، لا أعتقد. يمكن بعد سنة من الآن أن نتحدث عن هذا الموضوع مرة أخرى، لكن في الوقت الحالي لا أعتقد. طيب برأيك بعد اللي قدمه صلاح وتألقه مع ليفربول أصلا، يعني وجهة نظرك أنت، جه الوقت أن احنا فعلا نشوفه في فريق تاني أو في دوري تاني غير الدوري الإنجليزي؟ طيب بشكرك جدا خوان كاسترو، كنت معانا في برنامج السادسه. عايزه بس قبل ما اطلع فاصل اقول انه مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ اختير ان هو افضل لاعب في الجوله الاخيره من دوري ابطال اوروبا، والحقيقه انه بايرن ميونخ لو قعدنا نتغنى بانجازه وبقد ايه الفريق ده بقى فريق مختلف جدا تحت قياده المدرب الحالي مش هيبقى كفايه. الحقيقه انه المدرب الحالي قدر ان هو اخر 30 ماتش لبايرن ميونخ في كل البطولات ان هو ما خسرش منهم اصلا ولا ماتش، يعني كسبوا 29 ماتش وتعادلوا في ماتش واحد. قدر يطور الفريق بشكل كبير قوي سواء على كل المستويات، سواء على المستوى الهجومي للفريق، ونشوف في تنوع جدا في الهجوم، نشوف اكتر من لاعب بيقدر يحرز اهداف سواء ليفاندوفسكي او جنابري او مولر، او كمان على المستوى الدفاعي والتوليفه الدفاعيه العظيمه اللي عاملها من اول باك يمين كاميتش والفونسو ديفيز المدافع الكندي. الحقيقه يعني واحد من المفاجآت بطولة دوري أبطال أوروبا. لو قعدنا نتكلم قد إيه المدرب ده عمل تطور كبير في فريق كبير زي بايرن ميونخ، وإنه يوصل إن هو ياخد دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة ويوصل للثلاثية للمرة الثانية، يبقى تاني فريق في أوروبا بعد برشلونة يحقق الثلاثية مرتين، مش هيبقى كفاية. بس خلونا كمان دلوقتي نروح نشوف إنفوجراف عن أفضل الهدافين في الدوريات الخمسة الكبرى، ونروح لفاصل ونرجع نكمل برنامج السادسة. We'll be right back.
يا مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم في السادسة مرة تانية. الحقيقة يمكن اللي هقوله ده ينطبق بشكل كبير على الرياضة والحقيقة كمان على غير الرياضة، بس احنا اللي يعنينا بشكل كبير جدا الوسط الرياضي في مصر، فكرة حرب التشتيت، فكرة انك انت بتبذل وقت ومجهود وبتصرف فلوس كبيرة جدا مش عشان تطور من نفسك، عشان تعطل غيرك، فكرة انه مش كل واحد باصص في كراسته، كل واحد باصص في كراسة اللي جنبه، فكرة انك انت مش بتشتغل على نفسك قد ما بيهمك انه غيرك يقف او تتعطل المسير، وده الحقيقة بقى منهج واسلوب للأسف الشديد جدا، واعتقد انه ده لا هيضيف ليك ولا هيفيدك ولا هيفيد فرقتك ولا هيفيد ناديك، وبعتقد انه جو عام مسمم بيضر بمناخ الرياضة والكرة في مصر بشكل كبير. هنتكلم على مشوار النادي الأهلي وهنتكلم على فرصه في البطولات، ويمكن من اكتر عوامل النجاح في ظني او من وجهه نظري اللي ساهمت في انه النادي الاهلي بيطور من نفسه وبياخد خطوات كبيره جدا وقفزات واسعه جدا لقدام، وان هو بيغرد خارج السرب خارج المنافسه وبقى واحد من اكبر انديه العالم والقاره الافريقيه والانديه العربيه، هي انه مركز في مشواره وعارف اهدافه، اهدافه اللي هيحققها على المدى القريب واهدافه اللي مفترض انه يحققها كمان على المدى البعيد، ومش شاغل نفسه خالص بفكره او بحاله الصراع اللي موجوده واللي بتحاول الناس انها تستغلها اما عشان تغطي على اخطائها او عشان تعطل منافسيها. اسمحوا لي ارحب باستاذ عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، ضيفنا في السادسه. مساء الخير يا استاذ عصام. اهلا بحضرتك. أهلا كل مشاهدي قناه الاهلي. أهلا الحقيقه مساء. يمكن قبل ما اتكلم على مشوار الاهلي، يمكن كبوه المارد الاحمر في لقاء القمه حطت قدامنا احنا بشكل مباشر كتير من علامات الاستفهام، ويبدو احنا يمكن اتكلمنا على ده في حلقه السادسه امبارح انه في حمله ممنهجه هدفها تشويه النادي الاهلي وتعطيل مسيره النادي الاهلي بشكل كبير. هل ده بالنسبه لك مبرر؟ هل ده بالنسبه لك بتشوفه شيء منطقي؟ طبعا لا منطقي ولا مبرر، لكن انت قلت حاجه مهمه، المساله تخطت فكره الاعاقه وانك انت تعمل حتى لا يصل الاخر يعني لخط النهايه، يا ريت بجهد وبتحاول تجري معاه السبق لكن بتحاول تعيقه، يعني تنصر بعض الاشياء في الطريق تكون بتشكل مطبات او شيء من هذا القبيل. يعني الموضوع على فكره اكبر من كده، وقال العجب ان انت قلت انه لابد ان يكون هناك مساهمات من كل الجهات لرفعه شان الصناعه دي، وانا دايما بقعد اكرر واقول الصناعه دي، لانه واضح جدا ان هناك ما هو ممنهج، انما الاهلي دائما اكبر من فكره الكلام عن مؤامره وكذا او حتى عن انكسار في مباراه قمه، هي ديربي هي كلاسيكو طبعا لها فرحه خاصه، محدش يقدر يقلل من ده ويقول انها مباراه بثلاث نقاط، لكن ربما في الجزء الفني لان فايلر اجنبي خالص، يعني بمعنى ايه اجنبي خالص؟ لم يعمل في المنطقه قبلا، فالرجل الهواء حتى لو يعي تماما يعني ايه ديربي في بلاده ثم في افريقيا اللي اختارها في اول خروج ليه مع النادي الاهلي، اول خروج خارج يعني القاره العجوز، فالرجل بيجرب يعدل يبدل او بيرى ان الكره التي يلعبها هي كره موحده، يعني عايز يهجم، عايز كل الحاجات اللي الاستديوهات والخبراء بيحللوها انه بيهجم من فوق ومن الجنب وكذا، وبالتالي لسه ما تمصرش شويه. كارتيرون عنده تور تاني خالص في افريقيا وكذا وبما فيها مصر، ويعي تماما الغضبه اللي بتحصل، فيركز كثيرا في الديربي او الكلاسيكو. ده الجزء الخاص بتقييم فايلر الذي لا يجب ابدا انه يخرج يعني محللين وخبراء بنحترمهم جدا علشان ينسوا حاجه، على فكره ممكن يقول عليه لا يصلح، هو حر بس هو نسى 16 اسبوع كان دائم المدح، ودي غريبه الحقيقه، يعني سواء على الرجل او على بعض اللاعبين اللي فجاه لا يستحقوا ارتداء الفانيلا الحمراء. لو هذا الكلام جائز كنت فين في الاسبوع العاشر والثامن وانت راجع بقى مش وانت جاي؟ لا، وفكره التحول المفاجئ، ما هو ده يعني انت كل حاجه وعكسها، ما انا بقول لحضرتك يعني انت مين فيهم؟ لا تحمل اي منطق، لكن الحقيقه الهجمه يجب ان يراعيها الكل، لانه لما بتضرب في الكبير اذا هناك مستهدف، المستهدف هي واضحه، هي شله تسعى
لان كل واحد وشله واضحه بما فيها العمل السياسي. وانت شفت صور للشله دون اسماء بتناصر مرشح ما من جيلهم في يعني احد يعني كياناتنا التشريعيه، ومن ثم ده بقى بيقول انا هاخد اتحاد الكوره، وده بيسعى للزمالك، وده بيسعى للاهلي. الاخطر انهم بيسعوا لضرب الانديه الجماهيرية مقابل أندية عمالة تسحب من بعيد. فكرة الاستثمار الممجوجة اللي اتكلمنا فيها يوم افتتاح استاد الأهلي والسلام، تمام، اتكلمنا في الفكرة دي، وأنه لا يوجد أصلا أي استثمارات حتى لو بقالة على قديمه أو سوبر ماركت بدون زبون. يعني إذا أنت إما هتخزن البضاعة وتبيعها أو تاخد بضاعة بالقسط وتحرقها وتبقى راجل غني، لكن هتهرب من البنوك أو كذا أو المقرضين. يعني أنا عايز أقرب الصورة للمشاهد. وفي النهاية بس اللي أنا عايز أقوله أنه ده لا يصب في مصلحة الصناعة لحاجة تتكلم عليها. ده اللي أنا بقوله لك. عشان كده الأهلي المستهدف رقم واحد واثنين، ومن بعده وانت جاي الأندية اللي عمالة تسحب دي هتشوفها، مش الأندية في الاستثمار كأندية يعني تفي بوعود وعهود شكل مصر الجديدة من 2013 اللي هي بتسكن ناس تستطيع الاشتراك أولادهم لغاية سن معين ثم ينطلق نحو أندية أكبر في كل الألعاب. لا، أندية تانية ويقولك هلعب رابعة وهلعب تانية وهلعب، من أين لك التمويل؟ الكلام اللي احنا قلناه كتير ده. الأغرب والأكثر دهشة هي الجبلاية الحقيقة اللي احنا بنرمز لها، يعني اتحاد الكورة واللجنة الخماسية حاليا اللي بتدير. يعني الأغرب أنها يعني لا تحرك ساكنا في هذا الاتجاه. يبدو أن هناك من سكانها أيضا من يزكي فكرة الشلة، أو مش من أولوياتها. ومش من أولوياتها، وده يبقى أخطر بالمناسبة. الله ينور عليك بقى، وده أخطر. والدليل أنها بتغتصب النهاردة حق سلطات تعبنا عشان تبقى موجودة زي المجلس الأعلى للإعلام والصحافة وكذا، وتخرج يعني منددة بما قاله الإعلامي عدل القيعي وتحيل للتحقيق أمامها وكأنه أحد الذين وثقوا عقد بينه وبينهم سواء لاعبا أو مدربا أو مديرا أو مسوقا. ده أنا محتاج نقف مع الجزئية دي شوية، لأنه الحقيقة ده أمر غير مفهوم. دي مشكلة كبيرة. أنت هكذا تؤكد أن أنت راجل يعني بالبلدي بين قوسين فتوة بقى ولا إيه؟ ما أنا مش فاهم يا أخي. في الأسوأ يعني والأعم ان حضرتك كنت تشكو للجهات المختصه بهذا، تمام، واللي كلنا فرحنا نتكلم على المجلس موجودة. الاعلى للاعلام هو الجهه اللي منوط بيها انها تتعامل مع اذا كان في مخالفه، بكل تاكيد، او اذا يعني ما كان سمت مخالفه. انا ما مش هقول وانتم ما بتقولوش لغيره ليه، لان لا هو ولا غيره من حقكم ما عدا المشاركين، اما توثيقا بعقود او زي مجالس الإدارات من رئيسها لكل المجلس، لأنه خلاص ده ماضي تعهد أنه وكيل الملاك. ومع ذلك لا يحدث أيضا، يعني حتى الحاج بتقوله ده ورغم أنها جهة اختصاص، لكن في أوقات كثيرة جدا وعلى الملأ وعلى الشاشات وأمام الملايين بيحدث تجاوزات كثيرة جدا. كنت عايز أقول لك بيعملوا من بنها يعني الجملة الشهيرة، لكن هم بيعملوا من الساحل الحقيقة، لأن هم برضو مش هيروحوا بنها، مش معقول يعني الناس برضو بعيدة. أحسن ناس بنها والله، الناس بتوع خمس نجوم. لا طبعا، أنا معش كده بقول لك هم مش ملتحمين مع الفكرة الشعبية. لا، الصناعة اللي هي صناعة بهجة وصناعة أمن قومي، صناعة أمن قومي. ومن ثم العثمة دي كلها محتاجة لا حكيم ولا حزنون، محتاجة ضوابط، محتاجة ضوابط، محتاجة نطبق ما تستحقه مصر. وانا قلتها لحضرتك من ترجمه لكل اللوائح العالميه الى اللغه العربيه. ايوه، المساله مش هنخترع العجله يعني، ما خالص خالص. هي كل الحكايه انك هتتعلم ازاي تركب العجله زيك زي اي حد ركبها. واسمح لي معلش، الغريبه يا استاذ عصام انك انت عندك كل مقومات النجاح جدا، يعني لعبه شعبيه وجماهيريه من الدرجه الاولى، جمهور كره يتخطى 90-95 مليون، انديه ليها شعبيتها مش بس على مستوى الدوله، على مستوى القاره وعلى مستوى الاقليم، ومش هبالغ لو قلت انه الاهلي كمان ليه شعبيه كبيره جدا على مستوى العالم، رصيد من البطولات والانجازات سواء على مستوى المنتخبات الوطنيه او على مستوى الانديه كبير جدا، وبالتالي ينقصك الفكر، الاداره اللي ممكن تستغل المقاومات دي. الإدارة بقى التي تحكم الكرة أو الصناعة، صناعة كرة القدم. يعني الأهلي، الزمالك ربما على مقربة يصعب بس شوية، لهم ترتيب في الرانك العالمي واضح جدا، رقم كم مش ده الموضوع، لكن يذكر ليهم تصنيف، يحكى أن لهم تصنيف، موجودين. وبالتالي بقى عندنا، كنا نأمل الأول
من أول المحترفين في العشرينات والثلاثينات أيام ما كانت الدنيا ضلمة في كل العالم. كان مصر عندها محترفين في إنجلترا واسكتلندا، وفي الستينات كابت صالح سليم رحمة الله في النمسا. والآن كنا بسعادتنا دي ما نفكرش في كلاس إيه أو أعلى ليفل. ذهب مو صلاح وعلى مقربة منه تريزيجيه، وأعتقد أن المناجم دي هنا في مصر اللي معطلها اللا إدارة. مش بقى المرة دي خلط الهواية بالإدارة، كنا بنستحملها شوية مقابل أجيال زي أجيال السبعينات والثمانينات أتت بتحديثات رغم أنهم كانوا هواية أيضا. لكن ده المرة دي يبدو أن هناك نوايا لمساعدة بعضهم البعض في فكرة الصناعة المحلية دي. اللي هو أسألك، نادي أحمد سمير بيكسب منين؟ تقوم أنت ضرب لك سعر اللعيب. ما هو مفيش رقابة. أيوة. لا رقابة مالية ولا اللعب المالي ولا يحزنون. صحيح. فتقول لي أنا بايع شلتوت ب 80 مليون. لا يا صديقي، لا ده مكسب ولا ده سعر حقيقي. ولا في ضرائب ولا في تنظيم حتى ما يسمى مدراء ووكلاء اللاعبين. أنا أتمنى حد يجيب صورة تعرضوها هنا وانت ماشي زي ما بنشوف فلان وفلان محامي، فلان دكتور، فلان وكيل لاعبين، وكيل لاعبين وشركاء، وكيل وولده محمد لوكاله اللاعبين واشياء اخرى، البازا فندي، الفيلم العظيم ده بتاع اسماعيل ياسين. كل الكلام ده اولى بمن يدير كره القدم ان يذهب نحوه بدل ما يترك قواعد الصناعه تضرب في القلب منها ترمزها ونتفرغ للمهاترات، ويتفرغ يعني لمهاترات اقل ما توصف بيه انها مهاترات. احنا انا خايف لاحسن نبدا نصدق ان الحكايه فيها انه وان العلبه فيها فيل، هتبقى مشكله كبيره جدا. لا لا اشرح لي بس يعني ايه نصدق انه الحكايه فيها انه وانه العلبه فيها فيل. ان تكون الحكايه مدبره لصالح اللي عايزين يضخوا فلوس فمكاسب خرافيه دون قواعد ودون الزام بتنظيف الصناعه. والا انظروا لكل أندية العالم. اللي حاجة بتقوله ده يعني ينطبق عليه مقولة تواطؤ، أنا آسف في اللفظ، بس إذا كنت حضرتك بتتكلم مش بس على صناعة أمن قومي لكن كمان بتكلم على استثمارات طبعا تدر طبعا المليارات، ولنا في تجارب كتيرة جدا أسوة حسنة. وقبل المليارات بقى توفير فرص عمل. ومع احترامي مش للنجوم الغوالي، لأن دول حقهم ياخدوا أعلى حاجة، لأن ده فرص اللي بيجري في السبق نفسه. لكن الشباب يا رجل، توفير ما لا يقل عن 1.5 مليون بحسبة اقتصادية، فرصة عمل كل موسمين متلاحمين من أبو 6000 و7000 تكفيه لما بعد حد الكفاف. وبالتالي أنت عايزين إيه بالظبط؟ أنتوا ليه رايحين السكة دي؟ عشان إيه وليه؟ الآن بطولة أوروبا اتلعبت، السوبر الأوروبي التفكير في اللعب ب 30,000 متفرج، وأنت لا تحرك ساكنا. إنما إحنا هنخاطب مين بقى؟ هنخاطب الحكومة المصرية. ليه؟ لأن الحكومة قررت من فترة، يمكن مش بإعلان إنما كما مناحي الحياة الأخرى في استثمارات أخرى، أن كرة القدم مصانعها لازم تدور. والدليل إن هي اللي لقت الحل في إعادة الدوري، أولا إعادة لوجه مصر الحضاري المشرق الصناعي الأمني، وبدأ بعدها بأسبوع وراجعني حضرتك وكل الزملاء تيجي ثلاث طيارات للغردقة وشرم الشيخ. تخيل. لأنه وانت عندك الصناعة دي شغالة، مين مش عايز يخرج مادام فتح عنده الطيران. طيب الحكومة المصرية بتسعى في ده، وده دليل انها قدمت للفيفا انها عايزة اتحاد يأتي ليكمل مسيرة مصر في مناحي اخرى، وبالتالي بقى عندنا اتحاد مش شبه بقى زي كل الاتحادات الخمسة الكبار. طب وترجمتها الاتحاد بالعربي. اللي جاي ده خليه يعني نفرد له حلقه جاي. ده انا قصدي اللجنه. هتقصد اللجنه الخماسيه انها كانت توضب الارض. وممكن معلش برضو عشان يبقى حق الرد مكفول، وطبعا احنا يعني سعداء باي حد يتواصل معنا، لكن حد يقول لك والله انا لجنه مؤقته وتم مد عملي لانه لم استطيع بسبب ظروف الكورونا، وبالتالي ما تحملنيش اكتر من طاقتي وما تشيلنيش مسؤوليه اكبر من مسؤولياتي. أنا جايب مهمه مكلف بيها من قبل الفيفا. السلام عليكم. وعليكم السلام. تمهيد الارض انا مش طالب منه. احنا مش عايزين حد على فكره يجود. احنا عايزين حد بس يحط الواحد جنب اتنين فيساوي ثلاثة، او يكمل من واحد لعشرة. حاجات معلومه يعني، ما يعملش زي الرسم البياني ورسم القلب اللي كان زمان ده في الافلام. والبتاع بتعمل كده الزجزاج ده. ليه؟ لانه لو ترجم الخمسه الكبار ال100 اعضاء الاتحاد الاوروبي او ال200 وحاجه اعضاء الاتحاد الدولي
كلهم الفرق بينهم اللغة، عدد الاتحاد، رابطة أندية محترفة، المسوقين بتوعها وأعضائها، هو اللي زي ما بيحط سيرته الذاتية قدامك بيقول أنا عايز أخد كام لأني أدخل لك كام. مش حكاية نوزع على بعض ويبقى اسمها لجنة ونجيب الأستاذ أحمد بقى راجل برضو من الكورة حبيبك برضو والأستاذ عصام أيوة. أنا بقولك فيجيبونا بقى وأنا مستشار كذا وأنت مستشار تسويق وكذا، لا عايزين نبقى النسخة دي. الصورة دي الصورة حاجة بتكلمني عنها دي، في مقدمات إنها جاية ولا شايف إنها الضمانة الوحيدة ان الحكومه دون التدخل في المحتوى عشان ما يهددوهاش بتدخل. ما هو ده اللي انا كنت لسه اقول لك، حكومه قدمت منتج في كان 2019 التصفيات الاولمبيه بملاعب بلاينز، وانا قلتها لحضرتك لما كنا بنشرح ازاي الاستاد ده طور، لكن عنده البنيه الاساسيه لان حكومه واحده من مؤسساتها هي اللي عملته، فبقى عنده بناوير وعنده مطاعم تحتمل من الكشري لاعلى الوجبات طبقا لتصنيف البشر. وبالتالي من يسعى نحو هذا التطور الاهلي اول بدون انحياز، يعني من يسعى لاستغلال شاراته وعلامته تبقى هي سر الدخل. الحكومه تشهد بقى تدخلها في الاتي، انها خاطبت الفيفا للمرة الأولى ولم تنزعج وقالت عايزين من ده، عشان كلهم بيقولوا احنا ما نقدرش نكلمك يا حاج فيفا. قالوا لهم هنبعت لكم ناس وظيفتهم يعملوا الخمس حاجات بتوع كل الاتحادات. أيضا مدت إيديها والعمل يجري على قدم وساق الآن إن الاحتراف يبقى حقيقي ويبقى فيه ضرائب ويبقى فيه كذا ويبقى فيه تسجيل وتقنين. هي مالها بقى 4-4-2 ولا مين يدرب ولا ما يدربش عشان ما يهددوهاش بالحكاية دي. أيضا هتلاقي المبيعات ارتفعت، هي التي أعادت الدوري علشان شركة وطنية هي الراعي، الناس اللي داخلين معاها شراكة الرعاة يدخلها لما المنتج يرجع لما المصنع يدور. وبالتالي حلت الأزمة اللي اللجنة حتى ما قدرتش لو عندها أسباب إنها ما تلعبش تعمل قسمة غرماء، دي كنا بناخدها في تالتة أعدادي، تقول اللي ليه 100 ياخد 60 واللي ليه 40 ياخد 35 وهكذا، لكن سابت دول بمديونياتهم وسابت دول ما يدفعوش، والحكاية بقى فيها أصحابنا بنكلم بعضينا ومعلش والظروف كده أكن أنا بيني وبينك أنا مقاول وأنت بتبني عمارة. وبالتالي كل ده هو المراد به الآن ما ترى من خلل، لا أحد يقدم شيء إلا لما الحكومة تقول، لدرجة أن رئيس اللجنة يخرج يوم تدشين إعادة الدوري فيقول لما الحكومة تؤمر إحنا جاهزين. مش حاجة اسمها كده، الحكومة تعيد وجه مصر عامة، لكن بتاع الصناعة تفاصيل. في الصناعة كل واحد في يعمل دوره وبتاع الكرة في الكرة. أيوة صحيح. طيب أعدتها النهاردة، إيه القواعد المنظمة للفار؟ حتى الآن إحنا مش فاهمينها. أنا هو الراجل حاجة يروح ده. مش كده؟ هو الراجل يروح ولا يطرح له؟ هو الراجل يسأل ولا يدنهله؟ قولولنا، ترجموا الموضوع، قد أعرفه أنا وقد يعرفه أستاذ أحمد بحكم عملنا، لكن الجماهير الزبون ليه ما حدش واخد باله إنه محتاج يبقى عارف وفاهم ويستطيع التقييم؟ ولك في في الخلط الاخير بتاع تحويل، يعني صديقنا العزيز واخونا الكبير عادل القيعي، علامه الحقيقه يا سيدي اخطا هناك جهات اذا منوط بيها انها تتعامل مع النوع ده من الاخطاء والتجاوزات. صح، واوعى هدي جرنا لمربع، هم بيعملوا مع عدلي كده ومع غيره، لا مع عدلي ولا مع غيره، لكن تعال بقى على المسجلين عندك وشوف ليلاتي يوماتي ساعاتي بيعملوا ايه في الحكام وفي حضرتك من عبارات لاستهتار لكذا وماذا وتجاوزات. انا بقول حضرتك تجاوزات صريحه عبارات وكذا وماذا، تجاوزات صريحه جدا ليلاتي يوماتي ساعاتي بالبلدي اهو. وبالتالي الخلط ده هيتفك، هم قلقهم كله دلوقتي اصحاب المصالح الخاصه انه هناك حاله ترقب زي ما كان يجي في النشره زمان، الترقب المشوب بالحذر، لانه خلاص الاستثمارات دي لازم تعلى. الانديه طبقا لجهدها بالترتيب يدخل لها اعلى مدخول، فللدوله حقوق، فرص عمل، جمهور عنده صناعه بهجه يستطيع ان يراه في التلفزيون وفي البيوت، والدوله المصريه وبالتلفزيون الحكومي فكت لنا لغز المشفر اللي كان زمان يقول لك عايز اجيب واحد ملوش دعوه بالناس يدفع لي. لا يا حبيبي، زي كل العالم
بتتفرج في تلفزيون البلد الارضي، لكن انا ابيع لقناه ولو واحده تجيب فضائية. بقى نجوم، تجيب بقى بين الشوطين، تجيب بقى الكره، تجيب زي ما تجيب، المهم انه انا استثمر في حقوق البث التلفزيوني. طيب خلينا نقف عند الجزئيه دي، نروح لفاصل، ويهمني جدا اسمع رايك ووجهه نظرك في مشوار الاهلي بدايه من بكره ان شاء الله، اللي بيستأنفه فريق نادي الاهلي بماتش الجونه، وصورا ل الأهم طبعا وهو بطولة دوري الأبطال في أفريقيا. فاصل ونرجع مع أستاذ عصام شلتوت ضيفنا في السادسة. والله أنا استمتعت جدا بالفاصل ده، كنت بتكلم مع أستاذ عصام والكلام شابوه يعني الحقيقه، شابوهات رايحه يمين وشابوهات طايره شمال. اهلا بيك يا استاذ عصام مره ثانيه. خلينا نخش في الموضوع عشان وقتنا. اهلا وسهلا بحضرتك. خلينا نتكلم بقى على مشوار نادي الاهلي، يعني خساره لقاء، مباراه وحيده، ما اعتقدش انها اثرت على الارقام القياسيه، اهميتها وبطوله خاصه ولها اوجاعها ولها زعلها، وامام فريق محترم جدا وارد جدا، ولها افراحها عند الاخر، ده كله كلام مفيش تقليل من الكلام ده طبيعي جدا، لكن انك تحول لي ده لانهيار، وتحول لي ده لفريق الفرقه بقت فاضيه، وتحول لي ده لانه الاهلي الاداره الفنيه سيئه، ولازم وان اللعيبه لازم يعني مرة واحدة كده، من فريق محقق كل الأرقام القياسية ومسيطر على البطولة وواصل مربع ذهبي، إلى فرقة فاضية وفرقة منهارة ولاعيبة ما تستحقش. ما هي فكرة إنك تتحط في مربع كله يناشن عليه. وزي الأفلام اللي فيها القوات الخاصة اللي بتاع الحمراء دي اللي بتبقى هنا الناس تشوفها. الليزر دي سنايبر. ده بتاع السنايبر. وبالتالي لا باينة قوي. ليه؟ أنت قد تنزعج لما تلاقي فريق على مدار الموسم او ال 16 اسبوع خمس اهداف، فجي في ثلاثه في مباراه واحده يعني، فتتكلم عن الدفاع يحتاج. تتكلم عن انه فقد اثنين ثلاثه لاعبين بحلوهم ومرهم، هم ركائز. فتتكلم عن ده استعطه، فيرد عليك الاخر. ما سمعتش حد يا استاذ عصام بيتكلم على السيناريو الماتش ولا التحليل الفني ولا بنحاول نقول لهم هو يعملوا ايه يعني، حتى لو حبوا يهاجموا يعني. فيرد عليك صاحب الدار فيقول لك انت بتتكلم صح، او صاحب نسبه ما، لكن حضرتك لازم تبقى عارف انه الاستعاضه نهايه الموسم. تمام. الموضوع سهل يعني. هو في دلوقتي انتقالات، ربما في ابرام، وليس من حق يعني من يبرم التعاقدات انه يخرج على الملأ كل شويه يقول مضيت حد. وبالتالي يا اخي حاسبه اخر السنه يعني، يعني خلي الحكم اخر الجلسه. بصيغه يعني اسهل اهي، خلي الحكم اخر الجلسه، فمش ممكن هذا التصدر. وارد انا كاداره اكون شايف العيوب دي، وعشان احافظ على الفريق وعلى مسيره فريقي لغايه نهايه السيزون لازم ادعم اللي موجود عندي. ده الف يعني بقى، ده الف بقى كره قدم، دي حاجه بديهيه جدا، منتهى البديهيه. كل المدراء الفنيين قبل الادارات العليا بيخرج بعد اي مباراه مهما كان سوء المستوى يقول اتحمل الليله. انا بقول لك احنا بس ما بنترجمش، اتحمل الليله خساره الفريق، لم نكن نستحق وكذا، لدينا عمل من الغد، واللاعبون يذهبوا الى العشاء، والكلام المحترم ده. اللي نتمنى انه يتقال. طب ده ياثر على المشوار ولا لا؟ ده سؤالي لحضرتك، بس خليني اخد قائمه الفريق. بكره معانا زميلنا كريم احمد، نعرف قائمه الفريق. حدد القائمه خلاص. كريم مساء الخير. مساء الخير عليك، بجد تحيا ليك كزميلي. اهلا بيك، اهلا بيك. قائمه فريق النادي الاهلي في الجون ان شاء الله، يعني هبدا معاك محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حراسه المرمى. رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، حمدي فتحي، مروان محسن، ايمن اشرف، اليو ديانج وعمرو السوليه واليو بجي، محمد مجدي قفشه، علي معلول، احمد الشيخ، محمود وحيد، احمد فتحي، اجاييه، جيرالدو، ومحمد شكري، وعربي بدر، ومحمد فخري. تمام. دي بالفعل المجموعه اللي كان مركز عليها بشكل كبير جدا في الفصل النهارده مستر ينيفال كده، جزء بيركز معاه بشكل كبير. طبعا مش عايزين نحرق التشكيل والامور الخاصه بالتكتيك، لكن ان شاء الله كل اللعيبه تكون موفقه النهارده اللي دخلت قائمه فريق النادي الاهلي. كل اللعيبه اللي انت ذكرتهم والداخل القائمه قد المسؤوليه ان شاء الله باذن الله، وكل التوفيق للنادي الاهلي في ماتش بكره. مباراه بكره بتشوفها ازاي يا استاذ عصام؟ شايفها مباراه دي بقى اللي لو انت سالت الراجل خواجه، بشكر زميلي كريم احمد طبعا، مراسلنا في النادي الاهلي، اللي هو فكره دي بقى اللي مباراه اتقال عليها مع الراجل خواجه، مباراه ضمن منظومه الدوري في ميعادها كاسبوع، اعتقد اسبوع 22 في الاسبوع ال 22. هنا ربما يبقى الجمهور بقى مش الفنيين بينتظر
انه ايه يطمئن على الفريق في طريقه لاستعاده لقبه من ناحيه او استمرار اللقب لانه الاهلي بطل النسخه اللي فاتت والمحافظه عليه اللي فاتت واللي قبل اللي فاتت واللي قبل قبل اللي فاتت بالظبط ثم خمس سنين تقريبا اللي ثم مزيد من طمأنينة جماهيرية أولا قبل الإدارة، الإدارة عارفة بتعمل إيه. أيوة. وبالتالي طمأنينة جماهيرية للسيمي فاينل مع الوداد المغربي الشهر الجاي إن شاء الله. إن شاء الله. وبالتالي دي اللي يتقال عليها مباراة عادية جدا، لكن أرى إن النجوم بقى مش الخواجة لأن الراجل بيشتغل هو وجهازه. أيوة. ونفس الخطط زي ما هو قال بأوروبيته اللي لسه ما اتمصرتش شوية زي ما قلت لحضرتك إنه خلاص اشتغل عليها كويس. اللعيبه بقى اللي محتاجه ايه تزق زقه زياده يعني اللي بيجري 12 كيلو ونص يخليهم 13. أيوه. يعني ليه بقى؟ لانه سمت يعني مصالحه جماهيريه مش عشان الجمهور في حاله خصاب. أيوه. يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه بمناسبه الجمهور الاهلي اللي عمال يقول في ظهرك مش هاممني حتى لو كانت القمه. أيوه. عد له بقى ايه بهجته الحقيقيه. وده الحقيقه موقف يمكن انا ابتديت الحلقه النهارده باشاده بوعي وادراك وفهم جمهور النادي الاهلي لكل الحملات الممنهجه اللي كنا بنتكلم عليها مع حضرتك، يعني الاصوات اللي حاولت تتعالى عشان تعطل مسيره النادي او تكسر الروح المعنويه او تكسر حاله الدعم المعنوي اللي بيعملها جمهور الاهلي لفرقته ما ساهمتش غير في انه الجمهور يزداد التفاتا حول فرقته مره ثانيه. على فكره وده في اقل من 24 ساعه بعد خساره ماتش هي جت بنتيجه ايجابيه لجمهور النادي الاهلي، ليه بقى؟ لانها خلته يلحظ انه قد يستغل. يعني في مواطن كده كان كاتب ان خلي بالكم لما يعني هو القياس مع الفارق لو في حد عايز يستعمرك بيدعم حركه المقاومه فيشتري منها حد عشان يبدا ايه يلعب حتى بحركه المقاومه يعني. أي. عجبني توضيحه يعني. وبالتالي خلي بالك يا جمهور الاهلي انت حصيف وكل ما يحمل صيغ من جمهور كبير لكل الانديه، ما تخلوش حد يعني يزايد عليكم. لكن الضربة المبكرة دي من المربع أو الشلة زي ما قلنا هي دي اللي تحتاج شابوه لأنه مفسروا الجمهور الأهلي. أيوة. حاجات كتيرة قوي ما كانش واخد باله منها 100%، كان في مرحلة الشك لكنه كده تأكد أن أيوة. هناك من يدخل لتكسير كينونته الكبيرة. أصلا برضو فندم يعني كانت بتتسم بسذاجة مفرطة. صحيح. يعني أنا أتوقع أنه لما تحاول تهاجم بالشكل ده أو تدخل من المدخل اللي أنت دخلت منه يعني تدخل بحرفنة تدخل بحرفية وحرفية. الله عليك. يعني تعملها بمعلمة بلغة الكورة يعني لكن تعملها واحترم ذكاء المتلقي. بالضبط كده، مع احترام لذكاء المتلقي. قلت الفاصل خلينا نقول أن احنا قلنا في الفاصل لما تكون إعلامي وتخرج مؤكدا أنك عاقب يعني ما وجهته من سهام للنادي الأهلي اتصلت بأصدقائك أعضاء مجلس الإدارة. أيوه. وقرابات وسفريات بحسب تعبيره يعني فأفهموك أنه ما تؤكده مش هو ده، لكن إذا كان هناك ما يجب معالجته احنا شغالين عليه وقالوا له باليوم والساعة والثانية. أيوه. طيب الأصل في المهنة إيه؟ أي زميل حتى متدرب يقولك إن أنا عندي الأسئلة أذهب إلى المصدر هكذا يشار لي طبعا في عالمنا بنقول لجمهورك العظيم، وبالتالي إذا ما ردش عليا أخرج بدون رد وأطلب الرد. حضرتك قلت حق الرد حتى وإنت صحيح. بتتكلم لكن أكلمه بعد ما حاولت أكسر عشان يقول لي ده ما فيش حاجة أبدا. طب ما عملتش ده من الأول ليه؟ هذه هي النقطة اللي حضرتك بتقولها، غابت الحرفية والحرفنة. صحيح. مشوار الأهلي في أفريقيا يبقى هو الأهم ويبقى صحيح. هو الشغل الشاغل لجمهور النادي الأهلي وبيتهيألي ما لا صوت يعلو فوق صوت دوري الأبطال، سواء كنت بتكلم على إدارة النادي الأهلي، سواء كنت بتكلم على الإدارة الفنية بقيادة ريني فايلر، سواء للعيبة لأنه ده طبعا لحظة ومجد وفخر طبعاً. شخصي طبعاً. وبالنسبة طبعا للجمهور ده شيء ما فيش خلاف عليه. إزاي بتشوف المرحلة اللي بتسبق لقاء الاهلي والوداد؟ وبالمناسبه احنا عرفنا ان الوداد يمكن بثلاث اربع ايام عنده
11 حالة 11 كورونا. 11 حالة وصلوا 11 حالة. واه في حتى ماتش بكره مباراة. ماتش بكره مع الرجاء تم تأجيله، هل ده يأثر سلبا يأثر ايجابا على مستوى الوداد، وازاي بتشوف المواجهة بين الاهلي والوداد في قبل النهائي؟ لا، مواجهة ساخنة جدا، مواجهة تحتاج تركيز اكثر من اللاعبين. انا اللي متأكد منه ان هذا الجهاز يعمل بكفاءة الحقيقة. أي. واللعيبة ايضا، لكن قصدي ايه في المرحلة اللي انت بتقول انه هم سامعين في ودانهم من الموسم اللي فات واللي قبله التسعة يا أهلي. هم عارفين أن الأميرة السمراء عصية على هذا الفارس الأحمر بقالها سنتين ترد خطبته يعني. أيوة. إن صح التشبيه. ومن ثم هم كمان محتاجين أنهم يركزوا أكتر. سعادة جمهورهم هي المجد، سعادة جمهورهم هو صميم عملهم الاحترافي، وده كلام يعني مش بس يعني أن تعطي فهي هبة ولا حتى حق وواجب وفقط، لكن حين تكون ضمن منظومة رياضية وفي فرق رياضية وتحديدا كرة القدم، الناس بتعتبرك حامل الدرع والسيف، بتعتبرك المقاتل الأول. صحيح ما هياش معركة، لكن هو بيسمى كده يعني. أيوة. في هذا الجيش العظيم، والجيش دي كناية عن الترتيب الحقيقة. انه في جنرالات وكولونيلات ثم عساكر وكذا يعني. وبالتالي لا، الماتش ده محتاج صيغ خاصة جدا جدا. فريق الوداد مكتمل، انما عن فكره الكورونا فهي بالضروره مؤذيه في اللياقه البدنيه. في وجهه نظر استاذ عصام، وجهه نظر تقول لك انه الفتره اللي هيغيب فيها الوداد او هيتوقف عن مباريات الدوري في المغرب هتدي فرصه اكتر للعيبه للتركيز، وانها تطلع عن حاله الصراعات، هتقيم فكره انه يكون في اصابات لا قدر الله، وبالتالي ده ممكن يصب في مصلحه انه الاصابه بفيروس كورونا، ونتمنى طبعا السلامه. احنا ما نحبش ابدا انه اي حد في اي حد في الدنيا، نتمنى ليهم الف سلامه ان شاء الله الشفاء العاجل، لكن ده الى حد ما بيصب في مصلحه الوداد. على الناحيه الثانيه لا والله، فكره انك انت تبتعد عن لياقه المباريات والتجهيز لماتش قبل نهائي افريقيا، وانك انت يبقى عندك اللعيب الجاهز واللعيب البديل الاثنين قريبين في المستويات، ده اكتر يبقى ناحيه سلبيه فكره ان احنا هي هتخلق حافز اكبر لنجوم الوداد النوم بعد العوده من الراحه، يبقى اكثر تركيز زي ما حضرتك قلت. أيوة. وهادئ البال، لكن غاب عنه في الاقل يعني 14 يوم عزل في راحه تامه. أيوة. صحيح الكوتشات وفريق العمل اللي معاهم بيقدر ينتصر على ده بوضع برامج يعني. أيوة. كل حاجه في الكتاب، تلعب بعد يومين ازاي، بعد شهرين ازاي، لكن لا هتبقى مؤثر بدني. انما في كل الاحوال المنازلات الكبيره دي ما تقدرش تحسمها غير وانت في الماتش. عظيم. يعني الاستعداد طبعا 100%، لكن التسعين دقيقه بقى هم هيبقوا مربط الفرس. لا توقع في المباراه دي، لكن توجد اماني مصريه مغربيه انما لا توقع اذا تحدثت فنيا بصيغه بتحترم فيها المشاهد. في كلمه واحده، فرصه الاهلي في الحصول على اللقب القاري السنه دي من وجهه نظرك؟ 70%. 70%. هطلب من حضرتك، انا معايا 100 ثانيه تقريبا، عايز حضرتك توجه ثلاث كلمات. الكلمه الاولى لصالح جمعه، والكلمه الثانيه لمروان محسن، والكلمه الثالثه لفريق النادي او لقائمه فريق النادي الاهلي ككل. اول حاجه يعني صالح جمعه، يعني انا حابب اقول له انت بتضيع اجمل ايام حياتك. فوق يا صالح، انت ما روحتش بعيد قوي، انت ما انتش ضال جدا، بالعكس انت بس عشت طموح اصدقاء ما لهمش دعوه بشغلك، قد تكون ابتعدت عنهم، دي مرحله النقاء اللي هو صبر ما قبل عودتك لتزعم حركه النجوم. قادر من وجهه نظرك على العوده والتالق؟ المفروض، مش قادر اقول لك قادر لان انا مش موكل عنه، انما المفروض بعد اللي شافه واللي اتعمل عشانه من حب وعمل. مروان محسن اللي يتقال لمروان محسن اهدى، ثقتك في نفسك ما تتزعزعش اذا كنت تملك ادواتك. أيوه. في اكثر تفكير احترافي، حاول ان تبحث عن تجربه من الان خارج النادي الاهلي حتى لو بقيت هداف في المباريات المتبقيه. انا بشكرك شكرا جزيلا وبعتذر لدي الوقت، كان نفسي اقعد مع حضرتك اكتر من كده. الكلام بيقولوا ايه مش بالكيلو. بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ عصام شلتوت، رئيس تحرير التنفيذي اليوم السابع، كنت ضيفنا في السادسه، وبشكر جمهور النادي الاهلي اللي تابعنا في حلقه النهارده. كل التوفيق ان شاء الله باذن الله للنادي الاهلي بكره. انفايلر وتراست، ده ترند على تويتر في مصر حاليا، وكلنا ثقه في لعيبه النادي الاهلي بكره ان شاء الله يفرحوا جماهيرهم في كل مكان. نقابل حضراتكم بكره ان شاء الله حلقه جديده والسادسه مساء.